بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله، الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالى في سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أيام قليلة يطل علينا رمضان بغرته المشرقة وطلعته البهية المنيرة، ويعود إلينا بعد انصرام عام كامل باتت فيه قلوب المؤمنين تعالج لهيب شدة الشوق إلى لقائه من جديد. وأود معشر الأفاضل والفضليات بهذه المناسبة أن أكون ناطقا باسمكم ومعبرا عن مشاعركم، فأخاطب هذا الضيف الكريم لأبلغه منكم رسالة بالمقال تترجم مشاعر الحال. فأقول وبالله التوفيق: السلام عليك يا رمضان، يا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هللت أهلا وحللت سهلا، مرحبا بك وبالنفحات السمية التي تحملها إلينا من رب كريم جواد غفور ودود. جئت يا رمضان بأكرم التحليات وسابغ البركات وواسع الرحمات، فطوبى لنا بحلولك وورودك، وطوبى لنا بإشراقاتك ونفحاتك. فأيامك يا رمضان من أعظم الأيام، ولياليك يا رمضان من أبرك ليالي الزمان. كيف لا وأنت شهر القرآن الذي أنزل فيك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ كيف لا وأنت تحمل بين جنبيك للمؤمنين أفضل وأبرك ليالي العمر؟ إنها ليلة القدر التي جعلها ربنا خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كيف لا؟ كيف لا نفرح بك يا رمضان وأنت موسم التجديد والتشييد، تعيد بناء النفس الإنسانية من جديد بعد أن هدمت الدنيا أركانها وزعزعت بنيانها وقوضت كيانها. كيف لا تكون يا رمضان خير الشهور وأنت منذ أزيد من 14 قرنا لا تتخلف عن موعدك مع أمة المسلمين الموحدين، تسوق إليهم بين طيات أيامك ولياليك أنوار الهداية، توقظ الغافل من رقاده وتصحيه من شروده وتنبهه من سهوه، فينطلق في سبيل طاعة الله رافعا لواء العبودية لرب العالمين، معرضا عن زخارف الدنيا ومفاتن الحياة، مستقبلا رضوان خالقه في ظلال النهار صائما وأفياء الليل قائمة. أجل يا رمضان، فيك يولد الإنسان من جديد، طاهر النفس، طيب القلب، نقي الصريرة، سامي الروح، وفيك ينكشف الستار عن حقيقة تسطع في القلوب والعقول تقول: إنك شهر الإصلاح الشامل. فكم من ضال عن الله وجد طريق الهداية فيك، وكم من غافل عن الدين فاق من سبايته في لياليك، وكم من مذنب رمم ما وهن من حاله في أيامك الزاهرة، وعتق نفسه من النار في عشريتك الأخيرة، وكم من ميت أحيا قلبه بعد موات بنفحاتك الربانية، فالتزم بالطاعة راكعا ساجدا ذاكرا واتخذها مطية. لقد حق لك أن يقول فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر البركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الله فيه الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. ما أعظم البشارة بك يا رمضان حين قال رسولنا في حقك: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.
فما أحوجنا يا رمضان أن نكون من عتقائك، فنزحزح عن النار وندخل الجنة فنكون من الفائزين. ما أجلك يا رمضان، وما أجل خصالك يا شهر البر والإحسان. فيك تتدفق أيدي المحسنين بالعطاء، وتجود أنفسهم بالسخاء، فتتآلف قلوب الأغنياء مع الفقراء، وتتآزر زنود الأقوياء مع الضعفاء، فينتشر الحب والوئام، ويضمحل البغض والخصام، وتسطع في آفاق الصائمين أنوار الفضيلة ومحاسن الأخلاق الحميدة، وتتلاشى ظلمات الرذيلة ومساوئ العادات الذميمة. فإذا بشفاه المؤمنين تستعذب الكلمة الطيبة والبسمة الصادقة، وإذا بقلوبهم تهفو إلى مواقع المعروف والعمل الصالح، وإذا بنفوسهم تأنس إلى الخير والبر والإحسان، وإذا بجوارحهم تسعى في سبيل الطاعة وتسيح في آفاق الفضيلة، فيرقب الصائم كل خطوة يقصد بها، ويحذر كل كلمة يلفظها، ويرصد كل نظرة يرمق بها، كيف لا وهو يحرص على حظاء العفو والقبول والرضوان. هذا يا رمضان غيض من فيض منائحك، وبرد من عد محاسنك، وقليل من كثير مدائحك، فمرحبا بك ضيفا، ونفعنا الله بك وبمغانمك. معشر المسلمين والمؤمنات، على قدر بهجتنا وحبورنا بحلول هذا الشهر الفضيل، نحتاج أن نريه منا ما يرضيه، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة، فهل من والج؟ وهو الشهر الذي ترفع فيه الدرجات، فهل من عارج؟ أيام رمضان معدودة، وأيام حياتنا في الدنيا محدودة، فالبدار البدار إلى العمل الصالح. فكم من منتظر لهذا الشهر حال الموت بينه وبين بلوغه، وكم من مرتقب لهذا الشهر أفسد السقم أمله في صيامه، وكم من مشمر له فنده الهرم فعجز عن قيامه. فلنبادر ولنسابق ولنسارع إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى جنة أزلفت للمتقين غير بعيد، إلى جنة تفتح أبوابها في هذا الشهر الفضيل لتستقبل ضيوف الرحمن الذين أحسنوا تضييف رمضان في بيوتهم بالطاعات والقربات. ربنا أهل علينا هذا الشهر الكريم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا واجعل هذا الشهر العظيم فاتحة خير على عبادك، واجعله خاتمة للبلاء والبلاء الذي حل بهم. ربنا إنك على كل شيء قدير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.